بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أهنئكم أيها الإخوة على بلوغ هذا الشهر الكريم، أهنئكم أيها الإخوة على بلوغ هذا الشهر الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره العتق من النيران. أهل رمضان، فقد طال شوقنا إليك، فأنت شهر الرحمة والغفران. نحمده سبحانه ونشكره سبحانه يوم أن أصطفانا بصيامه وقبض أرواح الملايين لم يدركوا هذا الشهر الكريم. نحمده سبحانه، نحمده سبحانه ذو العطاء والمنة يوم أن من علينا بالصيام والقيام ونحن في صحة وعافية، لا نشتكي من أي خلل ولا نشتكي من أي مرض، وغيرنا الآن على السرير الأبيض يئن ويون ويتوجع، والله ما يستطيع يصلي ركعة واحدة خلف الإمام، والله ما يستطيع يقوم ركعة واحدة خلف الإمام. ربما والله بعضهم أحيل بينه وبين الصيام بسبب الأمراض والأوجاع والأسقام، والله اصطفاك بنعمة الصحة والعافية في هذا الشهر. الله اصطفاك بأعظم نعمة، نعمة الهداية. بعضهم أدرك رمضان ولكن على غير هداية، ضلال، ضلال عقدي وضلال سلوكي، يسمع المنادي ينادي للصلوات ومحروم. أدرك رمضان وهو على غير توحيد وعلى غير عقيدة، في رمضان يدعو غير الله، وفي رمضان يسأل غير الله، وفي رمضان لا يستقبل القبلة لله، عبد هواه وشهوته. والله جل وعلا اصطفاك بنعمة الهداية والتوحيد، فنحمده سبحانه وتعالى على هذه المنة. لا تشكر هذه النعمة إلا بثباتك عليها، والله لا تشكر هذه النعمة، نعمة التوحيد ونعمة الهداية ونعمة الصلوات ونعمة بلوغ رمضان وأنت على استقامة، إلا بثباتك على الاستقامة، إلا بثباتك على الاستقامة. فيا مرحبا رمضان، فقد طال شوقنا إليك، فأنت شهر الصيام. أبشر يا من صمت إيمانا واحتسابا، لا عادة ولا تقليد ولا تصنع ولا رياء ولا سمعة، وإنما صام إيمانا واحتسابا. أبشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم صحيح، قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إيمانا أي إيمانا بالله، واحتسابا احتسابا لثواب الأجر عند الله، لا رياء لا سمعة لا تقليد لا عادة، إيمانا واحتسابا. تحمل الجوع لله وتحمل العطش لله، غفر له ما تقدم من ذنبه. أبشر. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: الصيام لي، الصيام لي وأنا أجزي به. أبشر يا من صمت رمضان واحتسبت الأجر في صيامك. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، يوما واحد، باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. صيام يوم واحد يا إخوة، فما بالك بصيام شهر كامل وأنت تتعامل مع الكريم، أكرم الأكرمين، أجود الأجودين سبحانه وتعالى، الغني العزيز الحميد. فأهل رمضان، فقد طال شوقنا إليك،
فأنت شهر القيام. الناس في رمضان شهر خير تتنافس على القيام، ويتنافسون على المساجد، ويتنافسون على التراويح، لأنه شهر فضل ويعلمون فضل القيام فيه. قال عليه أفضل الصلاة والسلام في الحديث الذي قد رواه البخاري ومسلم: لندرك يا إخوة قيمة رمضان، وندرك يا إخوة قيمة الأعمال الصالحة في رمضان. لا تستوي أنت والميت في رمضان، إياك، لا تستوي أنت والمريض على سريره في رمضان، إياك، فأنت في نعمة صحة وعافية والله لا تعلم تدوم أو لا تدوم. أنت الآن بلغت رمضان، فوالله لا تعلم تكون ممن يدرك الشهر القادم أم من أهل القبور. قال عليه أفضل الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية: وما تأخر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم عن تلك الليلة العظيمة، ليلة القدر، الله جل وعلا أخبر عنها بأنها خير من ألف شهر لا تكون إلا في رمضان. تلك الليلة لا تكون في رمضان إلا في رمضان. قال عنها صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: من قام ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله لا يعرف هذه القيم وهذه الأجور إلا صاحب الاستقامة، من من الله عليه بالهداية والاستقامة، فهو يتصيد المواسم الطاعات ويتصيد مواسم الحسنات. ليلة قدر، ليلة العشر الأواخر، شهر فضيل، فأهل رمضان فقد طال شوقنا إليك، فأنت شهر القرآن، أنت شهر القرآن. قال الله جل وعلا فيه وخصه لوحده في القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فيا إخوان، لا نلوم الناس إذا انشرحت صدورها في رمضان، ولا نلوم الناس إذا أصبحت المساجد تمتلئ بهم في رمضان، ولا نلوم الناس إذا أصبحت تتنافس على ختم القرآن في رمضان، لأن الله جل وعلا قال فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. إذا رمضان شهر هداية، فمن لا يهتدي في رمضان متى يهتدي؟ إذا رمضان هو شهر الطاعات، شهر القيام، شهر الصيام، شهر الصلوات، من لا يتغير في رمضان ويكون قريب من الله جل وعلا متى يكون قريب؟ من لا يصلح حاله في رمضان يعد من المصلين، ويعد من التالين للقرآن، ويعد من البارين لوالديه، ويعد ممن وصل الأرحام، فمتى يكون مهتديا؟ والله جل وعلا قال: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان، الله جل وعلا جعل رمضان مدرسة لي ولك للتقوى، ما جعل رمضان فقط لنتحسس الجوع ولنتحسس العطش ولنستشعر فقط الحر، لا، رمضان جعله دورة إلى التقوى، لتكون على منزلة عالية عند الله جل وعلا. قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلك تصل لهذه المرتبة، لعلكم تتقون. ما يريد منك جوع، ذلك المسكين الذي صايم نهار كامل، جمع بعض الحسنات، ومن يوم أن سمع المؤذن أصبح يشرب أنواع المحرمات، الله ما يريد منك جوع. ذلك المسكين الذي صام نهرا كامل ثم مجرد أن سمع الأذان أصبح يقلب بصره في القنوات المحرمة والقنوات الخليعة، أقول: يا مسكين، يا من تسمعني، الله ما يريد منك جوع، الله ما يريد منك عطش، الله غني عن العالمين، الله يريد منك تقوى. يذكرك: أني أنا الذي حرمت عليك الحلال. شرب الماء في نهار رمضان، شرب الماء أصله حلال، لكن في نهار رمضان حرام. أكل المأكولات في نهار رمضان، أكل المأكولات هي في الأصل
حلال في نهار رمضان حرام. الله يريد يخبرك أني أنا الذي حرمت عليك الحلال، أحرم عليك ما هو أصلا في الحرام، وذلك المسكين جوعان وعطشان في نهار رمضان. ثم يحرق حسناته، مجرد أن يسمع الأذان للإفطار يحرق حسناته بنظر الحرام وسماع الحرام وشرب الحرام وبمجالس الغيبة والنميمة. أقول حبيبي الغالي، الله جعل الصيام لعلكم تتقون، فأسأل الله جل وعلا أن يوصلني وإياكم لهذه المرتبة، مرتبة تقواه، مرتبة تقواه. فالسعيد من أدرك رمضان وهو على طاعة وأصبح يتسيد الحسنات. فرمضان شهر المغفرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة في رمضان طواف وسعي، ثم ترجع إلى الرياض تحلق رأسك. تطوف تسعى في رمضان، تحلق رأسك ترجع إلى الرياض، في يوم واحد تفعلها. ما أجرها في رمضان؟ ما هو كسائر الأشهر. العمرة في رمضان قال عليه الصلاة والسلام كحجة معي، كأنك طفت مع محمد صلى الله عليه وسلم، كأنك سعيت مع محمد صلى الله عليه وسلم، كأنك رافقت محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها عمرة ليست كسائر الأشهر في رمضان. وفي رواية: عمرة في رمضان تعدي الحجة، يعني حجة مع محمد عليه أفضل حجة. وفي رواية: معي مع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فرصة يا أخوان، لا نستوي نحن والأموات، لا نستوي نحن والمرضى في هذا الشهر الكريم. الناس تتنافس يا إخوة، تتنافس على الدنيا الزائلة الفانية، من باب أولى أن نتنافس على الآخرة الباقية. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقني وأحبابي فيك إلى طاعتك في هذا الشهر الكريم. اللهم وفقنا إلى طاعتك، اللهم وفقنا إلى طاعتك، اللهم وفقنا إلى اغتنامه بالطاعات وأنواع القربات. اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح فتيات المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، تقاة متقين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا يوم نلقاك لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا يوم نلقاك لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اعتقني وإخواني من النار، اللهم اعتقنا وذرياتنا وزوجاتنا من النار. اللهم اجعل هذا الشهر شهر نصر وتمكين وفتوحات للإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اجعله شهر نصر لإخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم اجعله شهر نصر لإخواننا المسلمين في الشام، اللهم اجعله شهر نصر لإخواننا المسلمين في بورما ومالي وفي العراق والأفغان. فإن كان من صواب فمن الله، وإن كان من خطأ فمن نفس المقصر والشيطان. استغفر الله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد.